تحياتي لكم واترككم مع الزميل ابراهيم نحمد. وهكذا سيدتي سادتي انتهت هذه المباراه بفوز فريق نادي الحصار 3-2 على هذا اللقب والذي احتفظ بالفوز لمده سنتين ينهار في هذه السنه، فالتشجيع في اشده الان والكل يقفز، وهذا المنظر الرائع بكل اعتزاز وتقدير ومحبة وإخلاص ووفاء وولاء. أرحب بكم يا جلالة السلطان المعظم في هذا اللقاء مع شبابنا العماني الذين سعوا حثيثا للمثول بين أيديكم ليقدموا إلى جلالتكم شكرهم العميق وتقديرهم الخالص لما تفضلتم به عليهم من إنشاء وزارة باسم الشباب ترعاهم وتعمل على خدمتهم وتعنى بهم في أوقات فراغهم وتمدهم بالطاقات الخلاقة والإمكانات المتاحة للإسهام والمشاركة في مختلف النشاطات الشبابية على المستويات المحلية والإقليمية والعربية والدولية، وصولا إلى حياة متطورة متقدمة توظف كل طاقات الإنسان العماني وتشبع كل حاجاته المتجددة. فالشباب عبر التاريخ هم الذين يحملون دائما مشاعل النور والضياء في حياة الشعوب والأمم، ويصنعون الأهداف الكبيرة في تاريخها المجيد. وأنت يا صاحب الجلالة تعطي الشباب العماني من اهتمامك عطاء بالغ يحتم عليهم إقامة الجسور القوية بين الحاضر والمستقبل، ويدفعهم إلى صنع الأمجاد العماني في تاريخنا الحديث. ومن يمن الطالع أن يكون هذا اللقاء الشبابي اليوم متوافقا مع عيد ميلاد جلالتكم السعيد الذي تحتفل به السلطنة في هذه الأيام المباركة. اعتراف بفضلكم العظيم ووفاء لعرشكم المقدى ومن روائع المصادفة أن يكون هذا العيد موصولا بذكرى الأيام القريبة القادمة التي شهدت أمجاد الانتصاراتنا وتجسدت فيها قواتنا المادية والروحية بأروع معانيها وأبهى صورها، وتفجرت فيها قدراتنا البطولية على مواجهة الغدر والعدوان الشيوعي. وإننا نعاهدكم يا جلالة السلطان على امتداد رقعة الشباب العماني أن يكون فكرهم ونشاطهم وعملهم كله خالصا لله والوطن والسلطان حتى نحقق أهدافنا الوطنية.
والقومية، ونؤدي رسالتنا الشبابية في ظل رعايتكم السامية. ونحن وراءك دائما يدا واحدا وعقلا واحدا وقلبا واحدا. عشت يا زين الشباب للشباب وبالشباب، عشت للأمل والمستقبل ولعمان والعروبة وللإسلام. وفقكم الله ورعاكم وسدد على الطريق خطاكم، وإنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن تفضل، وها هو فريق نادي ظفار يتقدم إلى أحد أفراد فريق ظفار إلى صاحب الجلالة لكي يستلم كأس جلالته في كرة القدم. الكأس بيد كابتن فريق نادي ظفار، وهذه هي الفرصة، هذه هي اللحظات الحاسمة، وهذا هو الموقف الجميل الذي تنتظره كل الأندية لكي تسلم من يد صاحب الجلالة، يده الكريمة لتسلم هذا الكأس. وغادر جلالة السلطان قابوس المعظم الأستاذ الرياضي، والآن سيتسلم بعض بقية الأفراد، بقية اللاعبين، الجوائز الرمزية التي ننتظر اللحظات التي سيتسلمون فيها. والكل هنا في فرح وسعادة. صاحب السمو السيد فهر بن تيمور وزير الشباب نائب وزير الدفاع سيتفضل الآن بتوزيع الجوائز الرمزية على بقية اللاعبين. ظفار الفائز في دوري السلطنة بكأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم، وأفراد يتسلمون الجوائز الرمزية. وها هو الكأس. السيد طارق بن تيمور هو الذي يوزع الجوائز الرمزية على اللاعبين، والكأس يلمع. والآن نادي النهضة، نادي النهضة يتسلم أفراده الجوائز الرمزية. نادي النهضة الفائز بدوري السلطنة في الهوكي. نادي ظفار سيدتي سادتي الآن يركض في هذه الساحة الكبيرة، وهو يرفع الكأس عاليا ليشارك مشجعيه هذه الفرحة العظيمة، ليشاركهم هذه اللحظات التي يقفون الآن مشجعين فيها فريق، وقلوبهم كلها فرح وابتسامة. إنها حقا لحظات جميلة عندما ننال الفوز وننال النصر، فكما نلنا النصر على أعدائنا إننا هنا وفي منافساتنا الودية الأخوية بين بعضنا البعض، والتي
تجعلنا نتشجع ودائما في استعداد كامل. الآن نادي فنجة يتسلم أفراده، يتسلمون الجوائز الرمزية من السيد سمو السيد طارق و لتحيا عمان دائما وإلى الأبد وجلالة السلطان قائد المسيرة الظافرة. الآن سيدتي سادتي نرجع بكم إلى استديوهاتنا في الإذاعة والتلفزيون العماني، فإلى هناك.